بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع حل نماذج في هذا النموذج الثاني، تحضير الاختبار الفصل الأول للثانية ثانوي علوم تجريبية رياضيات وتقني رياضي. التمرين هذا خاص بالاستقاقية ومعادلة الممس. ها هو نص التمرين، أنا اللي كتبته، عليه 7 نقاط. F هي الدالة المعرفة على R مع ضربة على 3، يعني قيمة ممنوعة، صح؟ كما يلي: F تساوي 5-2X على 3X-4. أولا، أثبت أنه يوجد عددان حقيقيان A و B، حيث من أجل كل عدد حقيقي، كل عدد X من R مع العدد 4 على 3، F تساوي A زائد B على 3X-4. ثانيا، على أي مجالات تقبل الدالة F الاشتقاق؟ عين الدالة المشتقة F فتحة للدالة F. ثالثا، أدرس تغيرات الدالة F وأنجز جدول تغيراتها. رابعا، بيّن أن الدالة F لا تقبل قيم حدية، معناها قيمة حدية عظمى، قيمة حدية دنيا، صح. خامسا، عين معادلة الممستيل المنحنى الممثل للدالة F عند النقطة التي فاصلتها X0 تساوي -1. سادسا، عين المماسات المنحنى الموازية للمماس تي. نبدأ بالسؤال الأول، وهي إثبات أنه يوجد، يعني دائما ننطلق من هذه، دائما في هذا النوع تاع الأسئلة باش توجد A و B، تنطلق من هذه ومن بعد تدير المطابقة مع عبارة الدالة هذه. كيفاش ننطلق من هذه؟ سنرى في الصفحة الإجابة. إذن السؤال الأول أعطونا F دو X تساوي A زائد B على 3X-4. حاجة سهلة، واحد المقام تاع هذا كامل، كيف كيف يجو هذا النوع تاع الأسئلة هكا، واحد المقام، يعني تولي لك A مضروبة في 3X- زائد B على 3X-4، معناه تولي لي تساوي 3AX وبعد زائد البي وبعد -4A على 3X-4. نجيو ان يعني نديرو المطابقة، بالمطابقة مع عبارة F دو X، نكتبوها له بالك كاين اللي ما على بالوش واش هي العبارة. إذن هاي عبارة F دو X راني جبتها، يعني لو نجو نديرو المطابقة، ورا ال X هنا عندي 3A، هنا ورا ال X عندي -2، البي البي مك لا لا، وعندي بي -4 اللي هي سي A X بلس بي، يعني هي هذه هي الخمسة، صح، أنها عبارة تآلفية، صح. بالمطابقة يعني ماذا نجد؟ مع عبارة نجد أنه 3A تساوي 3A تساوي -2، والبي -4A تساوي 5. هذا معناه أن A تساوي -2 على 3، والبي كنعوض هنا الأ، يعني -4 في -2 على 3 تولي لنا بالزايد، تولي لنا 7 على 3، أي تساوي 7 على 3. هذا هو، أنا صبنا الأ والبي. إذن نعود نكتبوا هذه ونعوض الأ والبي. إذن نحينا هذه منا، خلاص كملنا معها. إذن F دو X تساوي ال A اللي هو -2 على 3 زائد ال B، يعني هنا تولينا شو كون روحوا المسودة، تولينا -2 على 3 زائد ال B اللي هو 7 على 3 على 3X-4. إذا هنا واش تدير؟ اضرب هذيك 7 على 3 في مقلوب الكسر، يعني في مقلوب الكسر التحتاني، لأنها راهي على كسر واحد آخر، يعني مقلوب 1 على 3X-4 تولي لي 7، تولي لي زائد 7 على 3 في
ثلاثة إكس ناقص الأربعة. لازم تتعلم هذه العمليات الحسابية، كاين بزاف اللي عندهم مشكل في هذا. صح، السؤال الأول رانا كملنا معاه، يعني كي توجد هذه عليها صفر خمسة وعشرين، وهذا زوج صفر خمسة وعشرين في اثناني، وهذه صفر خمسة وعشرين. أي إلى السؤال الثاني، واش قالك؟ السؤال الثاني، على أي مجالات تقبل الدالة أف الاشتقاق عين الدالة المشتقة أف فتحة؟ المجال آر مع ضربعة على ثلاثة. كيفاش نكتبوا هذا المجال؟ كون نجو نكتبوا هذا المجال، هذا المجال هو من ناقص لا نهاية حتى الربعة على ثلاثة، اللي هي قيمة من نوع اتحاد من ربعة على ثلاثة حتى زائد لا نهاية. يعني أوتوماتيكمون عندنا مجالين، عندنا المجال هذا وعندنا المجال هذا اللي تقبل عليهم الدالة الاشتقاق، ومن طون الدرسو مشتقة الدالة. صح، إذن زيدنا حين هذا المشكلة هنا. ثانيا الدالة أف، الدالة أف تقبل الاشتقاق على كل من المجالين. وش من مجال؟ هو من ناقص لا نهاية حتى الأربعة على ربعة على ثلاثة، هذا مجال وحده. والمجال الثاني وهو من ربعة على ثلاثة حتى الزائد لا نهاية. صح، وطلبوا منا دراسة المشتق، دراسة المشتقة الدالة أف راهي على الشكل U على V، U على V يعني U على V مشتقة حاية مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع. صح، إذن أف فتحة لإكس. نجيبوا عبارة الدالة، خليها هنا أمامنا باش نشوفوا عليها. صح، إذن أف فتحة لإكس تساوي مشتقة البسط خمسة ناقص اثنين إكس مشتقة حاية ناقص اثنين إكس ناقص اثنين عفوا في المقام اللي هو ثلاثة إكس ناقص أربعة ناقص مشتقة المقام يعني مشتقة هذه اللي هي ثلاثة ناقص ثلاثة في البسط اللي هي خمسة ناقص اثنين إكس على المقام مربع، أي ثلاثة إكس ناقص الأربعة مربع. ومنه رايح تعطينا ناقص ستة إكس زائد ثمانية ناقص خمستاش زائد ستة إكس على ثلاثة إكس ناقص الأربعة مربع، معناه تعطيني ناقص ستة هذه راحت، معناه تعطيني ناقص سبعة على ثلاثة إكس ناقص أربعة مربع. يعني هنا لو درنا الإشارة هذه لاحظ أن المقام مربع، يعني المقام موجب المشكلة في الناقص سبعة. إذن إشارة المشتقة اللي رأي أمامي سالبة، انتبه مليح، إشارة المشتقة سالبة. إذن هنا على المجالين التنقيط صفر خمسة وعشرين في اثنان كل واحدة فيهم، والمشتقة عليها نقطة. هاي نروحوا للسؤال الثالث، قال لك أدرس تغيرات الدالة أف وأنجز جدول تغيراتها ضريبيا. استنى خلي هاي عندي المشتقة، خلي هذه خليها لهنا نحتاجها، يعني هذه تاع عبارة الدالة خلوها منا نحتاجها، خلوها لهنا بلك نحتاجها ولون سي جامي. صح، ثالثا دراسة تغيرات الدالة أف، دراسة تغيرات الدالة أف. صح، قلنا باللي الدالة أف بمتبع تبع المشتقة تاع الدالة،
وكان مرة درت لكم تمرين صبنا باللي تبعنا المشتقة تبع الدالة اف لتشوفوا، درت لكم واحد التمرين من قبل. اذا لهنا كما قلت لكم إشارة المشتقة سالبة، اذا إشارة المشتقة سالبة على المجالين، على المجالين تحب تذكرهم اذكرهم، يعني المجالين كذا كذا ما نظرش منه. اف تحالي اكس اقل من الصفر، اذا الدالة تبعها، اذا الدالة اف متناقصة تناقصة تماما، نفس الشيء على كل من المجالين، على كل من المجالين صح. ما ننسوش أن مجال التعريف يعني على مجال تعريفي صح. جدول التغيرات، جدول التغيرات كيفاش يكون جدول التغيرات؟ قيم إكس إشارة F فتحة لـ X ولتحت تغيرات F لـ X هكذا صح. عندنا قيم X إشارة F فتحة لـ X وتغيرات الدالة F لـ X. قيم X عندنا من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية، عندنا القيمة الممنوعة اللي هي 4 على 3، عندنا 4 على 3 قيمة ممنوعة سواء في المشتقة وكذلك في الدالة صح. إذن المشتقة صمناها سالبة على كل من المجالين، والدالة كيف كيف متناقصة على كل من المجالين. طيب كي تدرسوا درس النهايات قلت لكم راح نشوفوا واش نحطوا هنا، واش نحطوا هنا، واش نحطوا هنا، هذه كي ندرسوا النهايات إن شاء الله، يعني لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية واش لازم، ولما سه كي ندرسوا النهايات إن شاء الله أن ندرسوها بأتم المعنى ويكون عندنا الوقت. إذن هنا يا إشارة المشتقة، وهذه 0.25 في كل وحدة فيهم، وجدول التغير عليه نصف نقطة. رابعا قال لك بين أن الدالة F لا تقبل قيم حدية، حتى سهلة من جدول التغيرات نعرف أن الدالة F لا تقبل قيم حدية. كيفاش هذا؟ لأنه لو جدول تغيرات مثلا عندنا هاك وبعد هاك وبعد هاك سكرة وعندها هذا هاك وهذا هاك، ما كاش هنا. هنا لاحظ من جدول تغيرات، شوف مليح واش راني نحكي، من جدول التغيرات لاحظوا أن الدالة متناقصة تماما على المجالين، لاحظ ما في الـ في الـ اللي هنا الدالة متناقصة تماما على المجالين، هي إذن هي لا تنعدم أولا من جدول تغيراتية لا تنعدم وما تغيرش إشارتها، مثلا تكون هكا وما تغير إشارتها إلى آخره، ما تغيرش إشارتها. إذن مادام هكا إذن هي لا تقبل، نكتب الجواب. إذن رابعا أكتب عندك إثبات أن الدالة لا تقبل قيما حدية، إثبات معليش، إثبات أن الدالة F لا تقبل قيما، يعني جدول التغيرات هو يعطينا كلش، حتى كون يقولوا لنا رسموا، أنا ما درت لكمش الرسم في التمرين، حتى ولو قلت لك أرسم الدالة باين من جدول التغيرات راح يبينك فاش دايرة، لا تقبل قيما حدية صح. واش قلنا؟ قلنا بما أن F متناقصة تماما على كل من المجالين، على كل من المجالين وتذكرهم كذا وكذا صح، فهي لا تنعدم زيد ولا تغير إشارتها، ولا تغير إشارتها على كل من المجالين، على كل من المجالين كذا كذا كذا. إيه واش معناه؟ معناه أن الدالة F لا تقبل قياما
حدية على ثاني كل من المجالين. طيب هذا مكان، هذا الجواب عليه نقطة. نروحوا لسؤال رقم 5 بالخف. السؤال رقم 5 عين معادلة للمماستي للمنحنى الممثل للدالة F عند النقطة فاصلة عن X صفر طوال تساوي ناقص 1. سؤال ثاني سهل جدا جدا، صح؟ الله عنا الصبورة هكذا. خامسا ولا تعيين إيه معادلة للمماس تي عند ناقص 1. ناقص 1 هي الصفر، عند النقطة ناقص هي إكس صفر. احنا مدام عندنا، أولا نذكرك أن معادلة المماس تنكتب كالتالي: معادلة المماس ها هي تي إجراك تساوي أف فتحة لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر زائد أف لإكس صفر تكور. هذا مكان، إذن احنا عندنا هنا مدام إكس صفر أنا على بالنا بها إجراك، أي أف فتحة لناقص 1 في إكس في ناقص ناقص 1 يعني تولي زائد الواحد وزائد أف لناقص الواحد. إذن نديرو أف، نحسبو أف فتحة لناقص 1 تعطينا أي ناقص 7 على 3 في إكس، يعني 3 في ناقص الواحد ناقص 4 الكل مربع، ومنه تعطيني ناقص 7 على 7 مربع ناقص 7 على 49 نختزلو تولينا ناقص 1 على 7. طيب يعني هنا نعوضها بناقص 1 على 7. اف لي 1، اف لي 1 تساوي 5 ناقص 2 اكس، اي 2 في ناقص الواحد على 3 اكس، 3 في ناقص الواحد ناقص الأربعة تعطيني ناقص الواحد. يعني هنا نعوضها اف لي ناقص 1 تساوي ناقص الواحد، معناها أتولي لي أي تي إجراك تساوي، نعوض أف فتحة لناقص 1 بناقص 1 على 7 في إكس زائد الواحد، وأف لناقص 1 هي بحد ذاتها ناقص 1، يعني صورة ناقص 1 هي ناقص 1، صح؟ إذن المعادلة تاعي معادلة المماس تي واحد على سبعة إكس، ومن بعد تولي لي ناقص واحد على سبعة ناقص واحد واحد المقام أتولي لي ناقص ثمانية على سبعة. هاي السؤال الخامس، انتهينا معه. السؤال الخامس كامل عليه نقطة. نأتي إلى السؤال السادس. السؤال السادس قال لك عين المماسات المنحنى الموازية للمماستي. هذا شوية فيها شوية خدمة، أنه شوية يتطلب منك خدمة وسهل. شوف معي سادسا تعيين، يعني كنت ذكر واحد الحاجة قريتها في السنة الأولى ثانوية خلاص راه السؤال راه في جيبك. تعيين المماسات الموازية للمماس تي، يعني أنا يعني نذكرك بواحد الحاجة قريتها في السنة الأولى ثانوي في معادلة مستقيم لا تشفى، ولا ربما كان اللي بالك ما نحقوش لها. وقتاش يكون مستقيمان متوازيان؟ لا تشفوا، يكون مستقيمان متوازيان إذا كان لهما نفس معامل للتوجيه. شفا العيلة هذه من حتى البكالوريا. يكون مستقيمان متوازيان إذا كان لهما نفس معامل التوجيه. هنا وين راه معامل التوجيه لنا؟ ها هو معامل التوجيه، هو الأ، هذا هو معامل التوجيه.
قلت لك تعلم جاوب على هذا أنواع تاع الأسئلة، هي أسئلتك تتكرر من ناحية البكالوريا، يعني كي يعطيني هذا النوع تاع السؤال واش ندير؟ ندير المشتقة تساوي معامل توجيه. واش معنى هذا؟ معناه أن عبارة المشتقة اللي هي ناقص 7 على 3 إكس ناقص 4 مربع تساوي ناقص 1 على 7 ضريبيا. واش ندير في هذا الصوالح كيما هذو؟ اضرب هذه في هذه وهذه في هذه باش يكونوا للزوج موجبين، للزوج موجبين صح. شوف كيفاش دير هذه، واش تولي لي؟ تولي لي 3 اكس ناقص 4 مربع مضروب في الواحد ماشي في الناقص 1، الناقص هذاك دير عند 7 تساوي ناقص 7 في الناقص 7 تساوي 49. المهم نحي لي الناقص، دبر راسك صح. اذا هذه واش تولي لي؟ تولي لي 3 اكس ناقص 4 مربع نجيبو 49 منها ناقص 49 تساوي الصفر. 49 واش هي؟ مربع 7. اذا هنا واش صدت روحي امام متطابقه شهيره، ا مربع ناقص ب مربع اللي هي تساوي ا ناقص ب في ا زائد البي طريبي صح. يعني هذه واش راهي؟ هذه راهي 3 اكس ناقص 4 مربع ناقص 7 مربع صح. اذا تولي لي أ اللي هي 3 إكس ناقص 4 ناقص ب اللي هي 7 مضروبة في أ اللي هي 3 إكس ناقص 4 زائد ب اللي هي 7 هكذا صح. معناه واش تولي لي؟ تولي لي 3 إكس ناقص 11 في 3 إكس زائد 3 طريبة تساوي الصفر صح. انا صبنا روحنا نحلو في معادله، واش معنى؟ معناه ان 3 اكس زائد 3 تساوي الصفر، او 3 اكس ناقص 11 تساوي الصفر. معناه ان اكس تساوي ناقص 1، او اكس تساوي 11 على 3. صبنا جذرين صح. كي تلحق لهذا زوج عندك 0.25 في الاثنان طريبي صافي. صبنا جذرين، صبنا هذا وصبنا هذا صح. نجو نعوضو نعوضو في معادلة المماس صح. هذا الناقص 1 كنا لعبنا معه في الأول، كنا حسبناه كان عندنا من قبل كنا حسبناه أي الحالة الأولى، أي لدينا F فتحة لناقص 1 صبناها ناقص أوديها وكتب صبناها ناقص 1 على 7، و F لناقص 1 صبناها تساوي الناقص 1. يعني صبنا نفس معادلة المستقيم اللي هي ان هنا نديرو إيكغراك ماجيسكول، لان المعادلات الموازيه صبنا اذا نصيبها توازي، لان ما كان نظلو نحسبو لان نفسها اكس ناقص 8 على 7 طريبة. اذا هي هذه هي معادله للمماس تي يوازي نفسها، يوازي تعلم كيف تجاوب نفسها، يوازي نفسها وسيبو، لأن كي تقولو بلي يوازي نفسه هنا 0.5 مماس واحد آخر فوق المماستي يوازيه صح. شوية الحالة الثانية 11 على 3 فيها شوية حسابات حتى الطابلو خلاص صح. الحالة الثانية ها ونحسبوها مننا هكا ونحسبو مننا سيدي نطلو ساعة لرواحنا صح. الحالة الثانية هي كي تكون عندنا إكس تساوي 11 على 3 صح. هنا لدينا نجو نحسبو F ل 11 على 3 طريبة واش تساوينا؟ تساوينا 5
ناقص 2x أي ناقص 2 في 11 على 3 على 3 x 3 في 11 على 3 ناقص 4 تساوي لنا 5 يعني بالتفصيل نحله ناقص 22 على 3 على 33 على 3 ناقص 4 نوحد المقامات في البسط وفي المقام يعني تولي لنا 5 في 3 15 ناقص 22 على 3 على 4 في 3 يعني 33 ناقص 12 على 3 طريبي يعني تولي لي كي يكون عندك هنا هذو 3 هنا و 3 هنا كي تضربوا مقلوب الكسر هذ 3 راحت مع 3 ما كان لها تكتبها إذن تولي لي ماذا تولي لي أي ناقص 7 على 21 والناقص 7 على 21 اختزال تحاية ناقص 1 على 3 إذن F ل 11 على 3 صبناها ناقص 1 على 3 ضربنا حسب F فتحة ل 11 على 3 تساوي أي عندنا ناقص ناقص 7 على 3 x يعني 11 على 3 ناقص 4 مربع يعني تولي لي ناقص 7 على 33 على 3 ناقص 4 الكل مربع راني بالتفصيلة تساوي ناقص 7 على 33 ناقص 12 على 3 الكل مربع معناه تولي لي تساوي ناقص 7 على 21 على 3 الكل مربع أي ناقص 7 على 7 مربع ومنه تساوي ناقص 7 على 49 إن شاء الله ما نكون شغلت في الحساب صح إذن إجراك الدوزيام تساوي ناقص لأن F اللي هو 11 على 3 F فتحة 11 على 3 هي ناقص 7 على 49 في X ناقص X 0 اللي هو 11 على 3 لأن هذا هو X 0 صح والناقص F لX اللي هي ناقص 1 على 3 صح إذن إجراك تولي لي تساوي ناقص 7 على 49 إكس ومن بعد تولي لي يعني تولي لي هذيك تولي لي 77 49 في 347 ناقص 1 على 3 نديرها في المسودة تعطينا 77 ناقص 103 صافي 49 147 تقسيم 3 تعطينا 49 يعني هنا 49 على 147 تعطيني 28 على 147 طريب يا نزيد ونكملوا 28 147 درت في الحاسبة نجمو نقسموهم على 7 للزوج تعطينا 7 على 41 عفوا 7 على 21 يعني في الحاسبه كاين واحد هكا واحد لاتوش تجي دايره هكذا مش عارف كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش تجي هكا ا بي وتجي سي هذيك لاتوش اللي جاي هكا كتصيبها دائما الفوق على اليسرى انت واش دير كي دير في الحاسبه دير 28 28 ودير لاتوش هذه تعبز على لاتوش هذه وتكتب 147 أعطتني 7 على 12 إذن أعطتني 4 تقسيم 28 أعطتني 4 على 12 على 21 عفوا إذن زائد 4 على 21 إذن هذا هو الممستعي واش تقول مع الآخر تقول له يا ودي هي هذه هي معادلة للمماس يعني أكسط واحد آخر سميتي فتحة ولا تي مانيش عارف واش
يوازي المماس تي. فوالا هذا المكان، هذه كيف كيف عليها نصف نقطة. أعزائي الطلبة إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.